أصدرت شركة ديلونج الإيطالية جهاز بريمودونا كلاس، واللي بيعمل بنظام التحكم عن بعد بلمسة زر واحدة فقط. تقدر تعمل فيه 16 مشروب حار أو بارد. أقدر أستخدمه عن طريق الشاشة أو عن طريق الابليكيشن بالبلوتوث. الآن صار فيك تعمل قهوتك وانت قاعد في مكانك. هنبدأ بالمطحنة. مزود بمطحنة حلزونية بسعة 360 جرام، أقدر أستخدم فيها أي نوع بن سواء كان تجاري أو مختص، بيعطيني من 25 إلى 120 كوب قهوة و13 مستوى لدرجة الطحن عشان أحدد نسبة المرارة في القهوة، وهذه بتختلف على حسب نوعية التحميص اللي قاعد تستخدمه، سواء كان تحميص وسط ويفضل استخدام درجة 3 أو 4، إذا كان التحميص داكن أستخدم على طحنة 4 أو 5. عندي كمان هنا مدخل إضافي للبن المطحون في حال حبيت تستخدم نوعية بن معينة وما في منها بن حبوب، فبتاخذ هذه عبوة ملعقة واحدة مع كل كوب. مزود ايضا بنظام تسخين الاكواب القزاز قبل الاستخدام عشان تقدر تستمتع بدرجة الحرارة الثابتة، درجة الحرارة المناسبة مع كل كوب. بالنسبة لدرجة حرارة المشروبات، طبعا الجهاز مزود بنظامين للتسخين، سخانين مدمجة داخلية، نظام تسخين القهوة منفصل عن سخان الحليب، ونظام التسخين هنا تسخين فوري زلي بدرجة حرارة تبدأ من 92 لحد 96، هذه في المشروبات اللي من غير حليب. أما بالنسبة للمشروبات الحليب، الجهاز مبرمج أنه بيعطيني أعلى حرارة 75 درجة مئوية. أما في حال إذا احتجت درجة حرارة أعلى من كذا، الجهاز مزود بنظام التبخير الخارجي، تقدر تبخر الحليب بدرجة الحرارة اللي تناسب حتى توصل لدرجة الحرارة المطلوبة، تقدر تعمل فيه الرسومات والأشياء هذه. أما بالنسبة لعلبة الحليب، مزود بعلبة حليب تعمل بنظام لاتيه كريمو سيستم، واللي تتميز فيها شركة ديلونجي. نظام لاتيه كريمو سيستم بيعطيني رغوة ثابتة كريمية بتقعد معايا من أول قطرة لحد آخر قطرة في الفنجان، وأقدر أستخدم فيه له نوعين حليب سواء كان حيواني أو نباتي. وعندي زر هنا لتنظيف علبة الحليب، في حال استخدمت جزء معي من الحليب وباقي فيه كمية أقدر أحطها في الثلاجة وتحفظ لك إياها لحد 48 ساعة. سعة تانك الماء هنا لترين، بيعطيني من 11 إلى 26 كوب، والحليب لتر. هذه بالنسبة للإعدادات الخارجية. خلونا نشوف إيش المشروبات الموجودة في الجهاز هذا. طبعا في عندي 16 مشروب، هي إسبريسو واللونج مضبوط على 180 ملي، كابتشينو، لاتيه والحليب الحار. عندي كمان الدوبيو، هذا مشروب أثقل من الدبل إسبريسو، بيكون تركيزه عالي. كابتشينو بلاس بيعطيك دبل شوت إسبريسو مع حليب ورغوة، والكابتشينو ميكس بدل ما هو ثلاث طبقات راح يعطيني هنا في الكابتشينو ميكس هذا الخيار طبقتين، والكوفي لاتيه والفلات وايت إسبريسو ميكاتو مع حار، وأوبشن الشاي دبل شوت إسبريسو والأمريكانو. الميزة المهمة في هذا الجهاز إن أنا أقدر أحدد تركيز قهوتي مع كل كوب. يعني أحب أشربها ثقيلة، وسط، خفيفة. تبدأ معاي من 3 جرام وتنتهي ب 14 جرام، مقسمة على 5 خيارات: 3 جرام، 7 جرام، 10 جرام، 14 جرام. هذه بالنسبة للمشروبات. قبل استخدام أي مشروب بتحدد تركيزك وكمية الرغوة، تختار المشروب وبلمسة واحدة خلال 40 ثانية حد أقصى يكون مشروبك جاهز. طبعا أول ما تشتري الآلة راح تكون كل الإعدادات جاهزة، ما عدا إعداد واحد يحتاج أنك تغيره اللي هو صلابة الموية. راح نتكلم عن الإعدادات الموجودة في القائمة بشكل كامل حتى نوصل لها، راح نتكلم عنها. الإعدادات الموجودة في الجهاز، أول خيار اللي هو الرينسينج الغسيل، ما تشيل هم التنظيف لأنه الجهاز بيغسل نفسه مع كل عملية إيقاف وتشغيل. دي سكيل، هذه الصيانة الدورية اللي بيحتاجها الجهاز، وأول صيانة دورية بيحتاجها بعد 2500 كوب بناء على استخدامك. وكل الصيانة اللي بتحتاجها هي عبارة عن محلول حمض ستريك، بيجي معاها سامل داخل الكرتون، وتقدر تشتريها من أماكن توافرها عشان تنظف الجهاز. ووتر فلتر، الجهاز بيجي من المصنع داخل كرتونه معاه فلتر تنقية الموية، والميزة منه انه بيعطيني نسبة ملوحة اقل في الموية عشان استطعم القهوة وافرق بين الخواص والايحاءات الموجودة في القهوة بشكل كامل عشان الملوحة ما تقضي او ما تضايقني في استطعام بعض ايحاءات القهوة. درينك سيتنج، عند الاعدادات هذه واللي هي موجودة في الشاشة الرئيسية، امكانية تحديد مستويات الاستخلاص بالملي وتركيز القهوة بالجرامات.
اوتو اوف نقدر نحط لها وقت تفصل فيه الآلة في حال عدم لمسها بعد 15 دقيقة، نص ساعة، ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات. وضع توفير الطاقة اقدر اشغله وافصله من هنا. درجة الحرارة وعندي اربع مستويات بتكون ثابتة ما بين 92 لحد 96، ودرجة حرارة ثابتة مع كل كوب بفضل نظام التسخين الفوري والدبل هيتر المزودة في الآلة. ووتر هاردنس هذه درجة عسر الموية او صلابة الموية، وهذا الاعداد الوحيد اللي بيحتاج ان انا اغيره لما افتح الجهاز قبل استخدامه. بتجي مضبوطة من ايطاليا على رقم 4 عشان هناك بيستخدمون موية ابار، ودرجة صلابة الموية ودرجة عسرها عندهم بتكون عالية. عشان احنا عندنا هنا بنستخدم موية تحلية فبتكون نسبة العسر فيها اقل، نختارها على رقم 1 عشان رسالة التنظيف والصيانة الدورية تجيني في الوقت الصح. البلوتوث عشان تقدر تربطها بالجوال. ستاتيكس بيعطيني احصائية هذه لعدد الاكواب اللي قد سواها الجهاز من اول مرة اشتغل فيه الين الان. بالنسبة للمشروبات هذه كلها مبرمجة على الستاندر الايطالي، ما يحتاج لها تعديل، بس تقدر تعدل عليها انت بطريقتك الخاصة. اما اذا كنت قاعد في مكانك وحبيت تسوي قهوتك، مجرد ما تفتح الابليكيشن وتختار اليوزر الخاص فيك والمشروب، بعد ما تختار المشروب عندك خيارات تقدر تغيرها، اللي هي كمية استخلاص القهوة بالملي، كمية الحليب اللي انت تبغاها في الكوب، وتركيز القهوة من 3 جرام لحد 14 جرام، ودرجة الحرارة حق المشروب. عندي 4 مستويات، سواء حبيت تعمل مشروب حار او مشروب بارد. مشروبات الباردة كلها، الاسبانيش لاتيه، القهوة المثلجة، الاوريو، قهوة الاوريو الباردة، قهوة الكتكات، الاشياء هذه كلها تقدر تسويها على الجهاز، المشروبات الباردة بشكل عام. بعد ما تحدد هذه الاعدادات ونعطي امر للآلة، خلال 40 ثانية راح نشوف النتيجة. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبك، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، أشوفك في فيديو جاي.